ومن 2001 ايضا نروح ل 2003، ايضا فريق 2003 اللي بيلعب بطوله الجمهوريه فاز على الانتاج الحربي في ملاعب الناشئين بمدينه نصر 1-0، سجل الهدف اللاعب سمير محمد. نروح نشوف الهدف مع حضراتكم. هدف من الأهداف الحلوة، سلاح الكرات العرضية، زي ما شفنا فريق 2001 بيفوز بكرة عرضية، أيضا فريق 2003 بيفوز بكرة عرضية عن طريق اللاعب سمير محمد.